ونسلم على الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا توا قاعدين يخدموا في كرهبهم الكل نقولوا ان شاء الله طريق السلامة. اهلا وسهلا بكم على اذاعه الحياه او الاذاعه مختصه في الصحه. عيد اضحى مبارك على الحياه فام. ما ننساوش انه فما ناس قاعده تخدم البارح واليوم ويتواصل العمل نتاعهم، جنود الخفاء هذوما الكل، وخاصه كيما اعوان البلديه اللي قاعدين لهين بحسن نظافه ولايه القاهره. وين سيف؟ وينك انت تو؟ سي رحيم مرحبا بك مره اخرى في مداخله ثانيه. انا تو في الحيسيه، والله تو بحثي عون بلديه ربي يعينه ان شاء الله، قاعدين نلقيكم بصدد معناها لمن الفضلات ويعطيهم الصحه القويه في الشموس. بالحق تحيه اجلال واكبار للاطراف هذه. اهلا وسهلا بك سيدي خوي. اهلا بك، تعاويك. مرحبا بك، الله يعين رجاله سيدي، الله يعينكم وان شاء الله يشدكم في صحتكم. عايشك اخويا بارك الله فيك. من البارح واليوم العمل؟ من البارح من العشاء نتاع الصباح لليوم. ايوه. واليوم واليوم زاد نفس الحكايه؟ نفس الحكايه، نفس كي كان من البارح كي كان اليوم، كيف كيف. ما تبدل شيء. واخر وقت وقتاش نتاع خدمه؟ اخر وقت 11:30 نتاع الليل. لا 11:30 نتاع الليل، يعطيكم الصحه الحقيقه. سيدي ذا خلنا نسالك حاجه، شنو هي نصيحه كيفاش نجموا نعاونوكم على الاقل نحطوهم ملمومه كالبوبيل على الاقل؟ باش السيد مثلا ما يخلوا علاش مفرته واحنا نلمدوا بها فرته كاكا وماء ودم. فهمتك. هذاك شنو؟ باش السيد لازم يكونوا على الاقل احنا نلقاو فيه تعفيسه نعبيهم. فهمتك. هكا نجموا نعاونوكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعينك ليك انت واللي يخدموا معك الكل ويشد لكم في صحتكم. ان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حي بخير. تكلموا علينا يا رحيم. الله يبارك، نتكلم عليكم وصوتكم ديما يوصل على راديو الحياه فهم. هذه متابعتنا لحياتنا اليوميه، هاكم شفتوا في ربطنا المباشر مع احد من مرشي الحيسيه بالضبط الموجود زميلنا سيف. مازال مكملين معكم بعد شويه، بشيخوا تليفوناتكم للناس اللي تحب تسلم على الحبيب والاصحاب. اهلا وسهلا بكم على راديو الحياه فهم.